انا يا شيخ تعبة برشا، انا ام صغار ومتجوزة، نصلي عندي برشا مدينة متحجبة الحمد لله، وبدني تعب برشا، وظهري ساقية راسي، كي نحط الرقية نحس هذا كله يطلع ويهبط يتهز ويتحط، فورات في بدني. وانا على فكره بنتي مازالت اتصلت، كيف اتصلت بيك تو تعديت معاك اللي شعرها طايح، وقلت لها وهي عندها سحر، وديما في الليل كي نرقد نقوم مفجوع يهجموا عليا وجوه خايبه انسى، معناتها تتكرر لي برشا قبل وفي القديم، مرة نراك الشكل عفريت، ديما عندي يعني حاجات خايبة في المنام، ونقرأ آية الكرسي ونصلي نسبح، معناتها الحاجات الخايبة مازلت ما نجيتش منها. طيب انا دلوقتي انت عندك بتقول عندك الام في ناحيه في راسك وركبك وظهرك صح؟ ونعدي على التيروئيد، نعدي على ظهري، عندي الغصة الغدد هذيك، وراسي وصلت نتيح ندوخ، وديما عندي اللي باش تطلع على عيني باش نتيح ندوخ، وقالوا لي عندك كشقيقة، ما انا معناتها كيف على حسب كيف نرقد نرى حاجات خايبة، معناتها مش متاع مرض دواء. طيب غمضي عينك كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. رأسك الآن تحس فيه خذلان شديد جدا وبرودة صحيح؟ اي برد ساقية ومعتي تتهز وتتنفض، طيب رأسك في وراسي كبس عليا راسي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، 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 أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون.
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أفسحر هذا أنتم لا تبصرون؟ ويقول سحر مستمر، 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 مستمر ولا ساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين، والله خير الماكرين، والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. بسم الله. تسمعيني؟ اي خوي. الآن راسك ما عادش فيه صداع، صحيح؟ شوية من طبيعتي، من هوني هس حاجة تطلع هك. طيب قولي بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الآن حبصت لاني في برودة نزلت في راسك كلها، صحيح؟ اي نعم. طيب راسك الآن ما عادش فيه صداع نهائي، اعملي راسك كده ما راح تلقي صداع. بارد. ايوه اعملي راسك كده ما راح تلقي صداع، راح الصداع من. الحمد لله. طيب الآن ما عادش يتعوم قلب. ما عليك من معدتك لأن معدتك فيها سحر، بس إن شاء الرحمن اديت يعني الخيوط والعقد بتاعته كلها إن شاء الله اتفجرت. ذلك بك انك انت تقومي تمشي على ركبك، هتبصي تلاقيها بتطق معاكي، وتحركي ظهرك هيطق معاكي ظهرك، وارجعي لي مره ثانيه، وحتى بنتك اللي كانت معايا من شويه. ان شاء الله. بنتي. هاتي شعرك. بنت. هاتي بنت اي عايشه تغمي نفسها زي اي اي لحظه. لا يرحم والديك يا شيخ يبارك لك. امشي لرجلك هتطق معاكي. اهلا. طقت رجلك صح؟ اه طرشقت. اي طقت رجلك. تمام. دي العقد اللي كانت موجوده الحمد لله اتفكت من رجليكي. حركي ظهرك برضه هتبص تلاقي ظهرك بيطق، فدي المشاكل اللي عندك كلها هتلاقيها اختفت بنسبه 90%. انت لسه عندك النبض يا استاذ؟ ان شاء الله. عندك نبض ما؟ انت انا لسه لسه عندي نبض. ونسيت الجمله. ونسيت الجمله اصلا اللي قلت هي لي يا شيخ. طيب اديني بس اسال امك الصداع راح منها ولا ما راحش؟ الصداع راح. اي يا شيخ راسي لابس كما قلت لك ما عادش قاعده كعب. تمام ما عادش في صداع. طيب ظهرك ما عاد في الم صح؟ لا لابس الحمد لله. طيب رجلك طقت لما انت ايه اتحركت؟ ترشقت. اي ترشقت. حلوه قوي. ابيك انك انت بس يعني عايزك انك انت ايه تمشي شويه كده وتحركي ظهرك ورجلك. طيب على ركبتي ان شاء الله. اه امشي على ركبتك وحركي ظهرك بحيث ان ما يعود مره ثانيه، ورجع لي بنتك مره ثانيه.